السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهارده في حل تمارين 4 جبر لطلاب الصف الثالث الثانوي، دي تعتبر على الدرس الرابع جبر. طبعا في الوحدة الأولى هو درس إيجاد الحد المشتمل على س أس ك. طبعا الدرس المكمل لفكرة نظرية ذات الحدين، الدرس اللي احنا عملنا له قانون ظريف، ما عملناش قانون، يعني هو قانون أساتذتنا الكبار شغالين بيه، قانون سهل وبسيط وبيحل أي مسألة وماشي معانا في أي مسألة، فان شاء الله هنحل بيه النهارده وانا موضحه طبعا في خلال فيديو الشرح. لو انت اول مره شفتني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو طبعا عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. على نسمي بسم الله وخلينا نبتدي كالعاده. لو محتاج ملازم الشرح الخاصه بيا، كل اللي عليك هتبعت رساله واتس على الرقم اللي موجود في وصف الفيديو، ابعت له رساله هيقول لك كل تفاصيل الملازم، هي مبلغ رمزي بسيط جدا ان شاء الله. طبعا هنحل زي ما احنا متعودين اسئله اخطر بالكامل كمرحله اولى. قلنا المرحله الاولى بنحل فيها اسئله الاخطر، وان شاء الله خلال المراجعات هنحل الاسئله المقاليه ان ربنا ادينا عمر بالكامل ان شاء الله. طيب بسم الله، اول سؤال معانا 23 سؤال اخطر، وهنا سؤال اخطر واحد بس اللي هو السؤال الثاني، يعني ما فيش اسئله اخطر الا في السؤال الثاني. هفكرك بس قبل ما نخش في التمارين، احنا هنستخدم هنا قانونين اساسيين. ايه هو القانون الاولاني؟ القانون ان انا عشان اجيب رتبة الحد اللي انا عايزه بيحتوي على س اس حاجة اللي هو الاس اللي انا عايزه، كنا بنستخدم القانون اللي هو ر، طبعا دي ر انت عارفها طبعا، الف نون ناقص كاف على الف ناقص ب. لو انت ما شفتش حصة الشرح تعالى افكرك بالكلام ده. الالف ده يا باشمهندس هو اس الحد الاول، حلو. الباء عبارة عن اس الحد الثاني، تمام. طيب النون ده الاس اللي على نظرية ذات الحدين، الاس اللي انت عايزه خالص. طب الكاف، والله الكاف ده يا باشمهندس ده الاس اللي انت عايزه، الاس اللي انت عايزه اللي عاوزه بالعربية، خلاص فهمنا يا باشمهندس. ركز معايا، لو انا معايا مثلا س تربيع ناقص واحد على س تربيع لكل اس 12، ومثلا بقول لك هات لي رتبة الحد المشتمل على س اس 5. بص بحب اظبط دي الاول، يعني اخليها س اس 2 ناقص س اس 2 تطلع فوق يبقى س اس سالب 2 الكل اس 12. الالف ده الاس الاولاني اللي هو ب 2، الب اللي هو الاس الثاني اللي هو سالب 2، طيب النون هو الاس اللي فوق ذات الحدين اللي هو 12، طب الكاف اللي هي رتبه الحد اللي انا عايزه او الاس اللي انا عايزه يا باشمهندس، هنا الكاف بكام؟ انا بقول لك هات لي رتبه مثلا حد اللي يحتوي على س اس 3، يبقى اذا الكاف دي بكام؟ ب 3. انا طبعا فرض اي ارقام وهبدا اعوض في القانون، يبقى الف نون يعني 2 في 12 ناقص الكاف اللي هي 3 واقسم على الف ناقص الب، خلاص يطلع لي الره دي يا باشمهندس، ويبقى الحد مثلا الره طلعت بخمسه مثلا، يبقى هو ح 6، خلاص يبقى هو الحد السادس. طبعا القانون ده بيزيد عليه الميم، ايه هي الميم؟ لو في قوس مضروب قبل ذات الحدين. يعني ايه مش فاهم؟ يعني لو في هنا مره س اس 3 يبقى انا هزود هنا ميم اللي هي كام؟ اللي هي 3، يعني في الحاله دي ان الميم بتساوي كام؟ 3، هي دي الحاله بتاعتي. القانون الثاني اللي هو القانون العام اللي هو الحد العام بتاعي اللي هو ح ر زائد الواحد بيساوي نون قاف ر في الثاني اس ر في الاول اس الفرق، الحد الاول اس الفرق اللي هو نون ناقص ر، خلاص. يعني مثلا هنا ح 4 يبقى الره بكام؟ بتكتب تحت كده ره ب 3 عشان ما تتلخبطش، يبقى دي عباره عن 12 قاف 3، ما هي نون قاف ر الثاني هنا اللي هو سالب س اس سالب 2 اس اللي تحت اللي هو 3 في الاول اللي هو س تربيع اس الفرق 12 ناقص 3 اللي هي 9، خلاص. هو دول القانونين اللي احنا هنستخدمهم معانا خلال حصه النهارده، سجلها كده او احفظها، ده القانون الاساسي هشتغل بيه في المسائل، وده القانون لو هو طلب مني حد معين ان انا ابدا اجيب قيمته، خلاص. يلا بينا يلا بينا يا باشمهندس نتوكل على الله. السؤال الاول بيقول لي معامل الحد الذي يحتوي على س اس 3 في مفكوك 1 زائد س اس 10. طيب والله يا باشمهندس الواحد ده كان في س اس 0 هنا، صح؟ ما هو س اس 0 بواحد زائد س الكل اس 10. لو جيت قلت لك الالف هنا يا باشمهندس هتقول لي الالف بصفر، الب يا باشمهندس هي الرقم اللي هنا اللي هو بالنسبه لي واحد، الاس هنا اللي هو نون ب 10، الكاف اللي هو رتبه الحد اللي عايزه هو عايز س اس 3، اذا الكاف ب 3. حسب قوه س التصاعديه اتفقنا دي كان اسها صفر دي اسها واحد، صح؟ يبقى كده السين بتزيد يبقى هي تصاعديه. طب لو انا جيت جربت وما لقيتهاش تصاعديه ببدل الاثنين دول مع بعض، ما فيش ادنى مشكله. بعد كده يا باشمهندس يبقى اذا ال ر بتساوي الف نون، اكتب لك القانون، ناقص كاف على الف ناقص الب. يلا الف نون يبقى صفر في 10 بصفر ناقص الكاف، الكاف هنا ب 3 يبقى سالب 3.
على أ ناقص ب يعني 0 ناقص 1، سالب 3 على سالب 1 إذا موجب 3، يبقى ر ب 3، يبقى الحد اللي بيحتوي هو ح 4. طب ح 4 ده اللي هو عبارة عن إيه؟ خلي بالك إن هو بيكلمك على معامل بس، خلاص يا باشمهندس، يبقى بالنسبة لي الأس اللي هو 10 قاف ر، اكتب تحتها هنا ر ب 3، يبقى دي 10 قاف 3. في الثاني اللي هو س أس 3، في الأول أس الفرق 10 ناقص 3 7. وطبعا هو بيكلمك على معامل فبعور عن السين بواحد، يعني دي ملهاش لازمة. وهنا يا باشمهندس 1 أس 7 بواحد، يبقى طلعت في الأخير 10 قاف 3 اللي هو الاختيار رقم ب. طب يا باشمهندس، ما هو في حالة سهلة جدا إن أنا عارف إن 1 زائد س، الحالة دي خاصة صح؟ مثلا لو هي أس ن هنا، فدايما الأول بيبقى 1 أس ن والاخير بيبقى س اس ن، وفي النص يا باشمهندس ما هي ماشيه بالترتيب ن ق ر س اس ر، تاني ن ق ر س اس ر. يعني مثلا لما اجي افك 1 زائد س اس 10 دي 1 زائد س اس 10، فبيفضل هنا الواحد، تمام؟ ده خلي بالك اللي هو ن ق صفر، انا بدات بصفر. والله يا باشمهندس بعد كده يبقى ن ق 1 اللي هو 10 ق 1 س اس 1 زائد 10 ق 2 س اس 2 زائد 10 ق 3 س أس 3 وهكذا لحد س أس 10 في الآخر، لأن 10 ق 10 بواحد. فهو بيقول لك أنا عايز الحد اللي بيحتوي على س أس 3. طب ما هي يا باشمهندس الحد ده أهو اللي هو قدامه 10 ق 3، يبقى المعامل 10 ق 3. طبعا دي حالة خاصة ممكن تستخدمها في دي، لأنها تقابلك كتير جدا جدا، اللي هي فكرة 1 زائد س أو س زائد الواحد، تمام؟ معلش أنا خدت وقتي في السؤال ده عشان نبدأ نحل براحتنا بقى إن شاء الله بداية من السؤال التاني. يلا هنا بيقول لي الحد الخالي من س، مفيش ادنى مشكله، بس انا بحب قبل ما اشتغل ابدا اظبط المساله بتاعتي، يعني اخلي دي س اس 2 والس اس 2 ده هطلعها من المقام، يبقى س اس سالب 2 اس 8. هنا الالف بكام؟ هنا الالف ب 2، الب اللي هو الحد الثاني اس سالب 2، النون اللي هي الاس اللي فوق 8، الكاف هو بيقول لك الحد الخالي من س، اذا الكاف بصفر. طب انت عايز رتبه الحل الخالي من س، يبقى كاف بصفر، خلاص يبقى الر بتساوي ا ن ناقص كاف على أ ناقص ب. يلا أ ن يبقى 2 في 8 ب 16 ناقص الكاف اللي هي بصفر على أ ناقص ب، 2 ناقص ناقص 2 يعني 2 زائد 2 4، 16 على 4 يبقى 4. يبقى إذا أنا عرفت إن ر ب 4 إذا هو الحد الخامس. طب هو هنا بيقول لك هات لي الحد الخالي من س، تمام، اكتب تحت الحد الخامس كده ر ب 4 عشان ما تلخبطش. يبقى دي بالنسبة لي 8 ق 4، في الثاني اللي هو س اس سالب 2 اس اللي تحت اللي هو 4، في الاول اللي هو س اس 2 اس الفرق 8 ناقص 4 4. وخلي بالك هو طالما حد خالي من س يبقى اعرف ان دول هيطيروا مع بعض من غير ما تفكر، خلاص هي ملهاش لازم ان انا اكتبهم بس انا بكتبها لك يعني. يبقى الكلام ده هيساوي 8 ق 4، يبقى 8 شيفت على 4 يعني 70، يبقى الاجابه بتاعتي 70، ويبقى اختياري رقم ايه؟ رقم 1000. خلاص تمام. دور اول 2017 بيقول لي الحد الخالي من س. طيب بحب اظبطها يا باشمهندس، ادي س وواحد على س دي اخليها س اس سالب 1 الكل اس 10، الالف اللي هو اس السين الاولى بواحد، الباء اس السين الثانيه بسالب 1، النون اللي هو الاس اللي فوق ب 10، الكاف هو بيقول لك حد خالي من س اذا الكاف بصفر. طب ما القانون ر بتساوي ا ن ناقص كاف على ا ناقص ب. يلا ا في ن 1 في 10 ب 10 ناقص الكاف اللي هي بصفر على أ ناقص ب 1 ناقص ناقص 1 اللي هو 1 زائد 1 يبقى 2، 10 على 2 5. طالما الر ب 5 يبقى هو الحد مين؟ الحد السادس. وطبعا هنا هو انا بسألنا على الحد بس، يبقى بالنسبة لي يا باشمهندس اختيار الصح رقم ايه؟ رقم ج. اللي بعده شغالين بنفس الطريقة، مفيش أدنى مشكلة معانا والموضوع سلس ومرن بأمر الله يعني. ها معامل س أس 4 في مفكوك ده، أنت عاجبك الشكل؟ لا هظبطه شوية، س على 2 اللي هي نص س. بص يا باشمهندس التلاتة دي موجودة في البسط عادي جدا، والسين ده هتطلع بسين أس سالب 2، كلام جميل. أس 10، الألف اللي هو أس السين الأولى بواحد، الب اللي هي أس السين الثانية بسالب 2، النون ب 10، الكاف، الكاف دي اللي هو السين عايز، هو عايز سين أس كام؟ يبقى إذا الكاف ب 4، كلام جميل جدا. يبقى بالنسبة لي إن ال بتساوي أ ن ناقص كاف على أ ناقص ب. يلا أ ن يبقى 1 في 10 ب 10 ناقص الكاف ب 4 على أ ناقص ب، يعني 1 ناقص ناقص 2، 10 ناقص 4 6، و1 زائد 2 3 يبقى 6 على 3 فيها ال 2. طالما الر ب 2 يبقى هو الحد الثالث، الحد الثالث هو اللي بيحتوي على س أس 4، بس هو بيكلمك على المعامل يبقى أنت لازم تجيب الح 3، اكتب تحتها كده ر بتساوي 2،
يبقى الأس اللي فوق يبقى 10 ق 2. في التاني اللي هو سالب 3 س أس سالب 2، الكل أس العدد اللي تحت اللي هو 2، في الأول اللي هو نص س أس الفرق 10 ناقص 2 8. طب هو بيكلمنا على معامل صح؟ يبقى سيبك من السينات خالص، يعني دي بتساوي 10 ق 2 سالب 3 أس 2، باخد الأعداد نص أس 8. يبقى هي دي الحسبة بتاعتي يا باشمهندس، يلا بينا. 10 شيفت على وبعدين 2، بعد كده في سالب 3 أس 2 اللي هي 9 مش محتاجة، بعد كده في نص أس 8. يبقى الحسبة دي كلها ب 405 على 256، 405 على 256 اللي هو الاختيار رقم إيه؟ رقم أ. تمام كده يا باشمهندس؟ جميل جدا. يلا رقم 5، معامل س في مفكوك كذا، ظبط لي كده المفكوك، بحب أظبطه الأول. تمام يا باشمهندس، فدي تبقى س تربيع، وادي الألف أهو والسين تطلع من فوق يبقى سالب 1 أس 5. حلو، الألف اللي هو أس س الأولى ب 2، الباء اللي هو أس س الثانية بسالب 1، النون الأس اللي فوق ب 5، الكاف أنت معامل س يعني الكاف ب 1، ما هي دي س أس 1 صح؟ تمام يا باشمهندس، الراء بتساوي أ ن ناقص ك على أ ناقص الباء. أ ن يبقى 2 في 5 ب 10 ناقص الكاف اللي هي ب 1 على أ ناقص ب، يعني 2 ناقص ناقص 1، 10 ناقص 1 9، و2 زائد 1 3، 9 3 في 3 يبقى هو ح 4. طب هو بيقول لك هات لي المعامل، تمام ح 4 اكتب تحتها ر ب 3، يبقى الأس اللي فوق 5 ق ر يبقى 3، الثاني اللي هو أ س أس سالب 1 أس اللي تحت 3، في الأول اللي هو س تربيع أس الفرق 5 ناقص 3 2. طب هو بيقول لي معامل، يبقى سيبك من السينات خالص، يبقى دي 5 ق 3، هنا أ أهو أس 3، ماليش دعوة بالسينات أنا باخد الأرقام بس، يبقى 5 ق 3 أ أس 3. طيب ماشي، 5 ق 3 ب 10 يبقى دي 10 أ أس 3 اللي هو الاختيار رقم ب. خلاص، و5 ق 3 أصلا بتكافئ 5 ق 2 اللي هي بتساوي 10. تمام تمام، في مشاكل؟ لا بإذن الله مفيش أي مشكلة. يلا، إذا كان الحد الخالي من س حسب قوة س التنازلية هو ح 5، والله ح 5 ده معناه إن ر ب 4، تمام، طب ما تظبط لي القوس ده كده، س 1 على س خليها س أس سالب 1 أس ن، الألف اللي هو الأس بتاع السن الأولى بواحد، الباء اللي هو أس السن الثانية بسالب 1، النون هي نون هنا عادي، تمام سيبها زي ما هي نون، أهي النون بتساوي نون، والكاف والله يا باشمهندس وبقول لك اذا كان الحد الخالي من س يبقى صفر، بس انت معاك معلومه جديده هي الر، ان ر هنا ب 4، يبقى انا اعوض بقى عن الر ب 4 بتساوي أ ن ناقص ك على أ ناقص الب، يبقى ال 4 بتساوي أ في ن يعني 1 في ن بن ناقص الك بصفر على أ ناقص ب يبقى 1 ناقص ناقص 1. 1 ناقص ناقص 1 يعني 1 زائد 1 2، اضرب 2 في 4 ب 8. وهنا واحد في نون بنون، يبقى اذا النون دي بكام؟ النون ب8. هو عايز يوصل للنون، ايوه يا باشمهندس، يبقى اختيارنا رقم ب. يبقى هو كل اللي عمله هنا هو عكس لك القانون، يعني بدل ما يديك النون هو اعطيك الر، فانا جربت برضه والمشكله اتحلت ومفيش ادنى ايه مشكله. تمام، ها اذا كان الحد من الخالي من س في مفكوك الكلام ده هو كذا، هو بيقول لك الحد الخالي هو كذا، عايز قيمه الالف، طب ما تظبطها لي الاول، ادي الالف والس اس 2 تطلع من المقام يبقى س اس سالب 2 زائد معذره دي س الكل أس 9، الألف اللي هي أس السين الأولى بسالب 2، الباء أس السين الثانية بواحد، النون اللي هو الأس اللي فوق خالص بتسعة، الكاف بيقول لك الحد الخالي، حلو أوي، يبقى الر بتساوي أ ن ناقص ك على أ ناقص ب، ها أ ن يبقى سالب 9 سالب 2 في 9 يبقى بسالب 18 ناقص الكاف بصفر، على أ ناقص ب يبقى سالب 2 ناقص 1، يعني دي سالب 18 على سالب 3 يبقى موجب 6. طالما موجب 6 يبقى هو ح 7، يبقى انا كده وصلت ان ح 7 ده هو الحد الخالي، فبيقول لك اذا كان الحد الخالي هو 672، تمام، طب ما انا هحسب ح 7 بقى، ح 7 يبقى ر ب 6، يبقى الاس اللي فوق 9 ق ر يبقى 9 ق 6، في الثاني اللي هو س، اس اللي تحت اللي هو 6، في الاول اللي هو ا س اس سالب 2، اس الفرق 9 ناقص 6 اللي هو 3. خلي بالك بيكلمك على معامل، يبقى الغي السين دي والغي السين دي ما كأنك مش شايف، يبقى بالنسبة لي 6 7 2 اللي هو المعامل بيساوي 6 7 2 بيساوي المعامل هنا يبقى 9 ق 6، دي اتلغت فضل أ أس 3 بس، يبقى دي أ أس 3، يبقى إذا الأ أس 3 بيساوي 6 7 2 هقسمها على 9 ق 6، و9 ق 6 بتكافئ 9 ق 3،
يبقى 6 7 2 على 9 ق 6 او 3 مش هيفرق. طلعت 9 7 2، لا 6 7 2 معذرة، على 9 ق 6 طلعت ب 8. يبقى اذا الف اس 3 ب 8، خد الجذر التكعيبي هنا والجذر التكعيبي هنا، اذا الالف بموجب 2، يبقى الالف بموجب 2 يبقى اختيارنا رقم ايه؟ رقم ب. خلاص، هل في اي مشاكل؟ الموضوع سلس مرن بسيط ان شاء الله. طيب رقم 8 بيقول لي اذا كان الحد المطلق في مفكوك الكلام ده بيساوي 405. تمام، يعني ايه حد مطلق؟ يعني حد ما فيش فيه سين، فاكر؟ يعني هنا كانه بيقول لك الحد المطلق اللي هو الحد اللي ما فيهوش سين او الحد الخالي من سين. تمام، يبقى احنا هنظبط دي، سين جذر سين اللي هي سين اس نص ناقص ادي الكاف، والسين هتطلع دي اس 2 فتطلع فوق سالب 2، الكل اس 10. كلام جميل، كلام جميل جدا. الالف اللي هو الاس بتاع اول سين بنص، الباء اللي هي الاس بتاع الثاني سين بسالب 2، النون الاس اللي فوق خالص ب 10، الكاف بصفر لان هو بيقول لك حد خالي، خلي بالك من الكلام ده. الر بتساوي زهقنا بقى، الف نون ناقص كاف على الف ناقص الباء، الف نون يبقى نص في 10 ب 5 ناقص الكاف بصفر على الف ناقص ب يبقى نص ناقص ناقص 2. طيب يبقى دي 5 ودول 2.5، يبقى 5 على 2.5 يبقى موجب 2، يبقى هو ح 3. يبقى انا عرفت ان ح 3 هو الخالي من س. طب هو عايز قيمه الكاف، مفيش مشكله، يبقى ح 3 اللي هو ر ب 2. يلا هنا الاس اللي فوق 10 ق ر، يبقى 10 ق 2 في الثاني اللي هو سالب كاف س اس سالب 2 اس اللي تحت 2 في الاول اللي هو س اس نص اس الفرق 10 ناقص 2 8. طب هو بيقول الحد المطلق يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني الحد الخالي من س المفروض ان هو بيساوي 405. طب ما انا قلت الحد الخالي من س، يبقى انت لازم تبقى متيقن في ذهنك ان السينات هتطير. ازاي؟ ما نص في 8 يديك 4، وسالب 2 في موجب 2 بسالب 4، فالسالب 4 تروح مع الموجب 4 هتطير الس. يعني ايه قصدك؟ يبقى اذا المعامل اللي هو 405 هيصفصف على 10 ق 2، ما تنساش دي، سالب كاف اس 2. حلو قوي، سالب كاف اس 2 اللي هي كاف اس 2، خلي بالك. تمام، طيب عشان اوصل لكاف اس 2 فاقول 405 على 10 ق 2، 405 على بسم الله 10 ق 2 تطلع ب 9. يبقى اذا الكاف تربيع ب 9، هاخد الجذر هنا والجذر هنا، يبقى اذا الكاف بتساوي موجب او سالب 3. موجب او سالب 3 يبقى اختيارنا الصح رقم ج. خلاص تمام. ها في ضرب بره، يبقى معانا ميم، يبقى ده اول سؤال كده هيظهر في الميم. تمام، من مفكوك كذا يكون معامل الحد المشتمل على سين اس 5. ماشي، بص يا باشمهندس، هي يعني ايه المفروض لها حل كده بمجرد النظر؟ ازاي؟ ان انا دلوقتي في هنا سين اس 3، فطالما حد سين اس 5 يبقى انت عايز سين اس 2. بص انا هعمل لك الحل ده الاول وركز معايا، انت معاك هنا سين اس 3 صح؟ وانت عايز حد سين اس 5، اصل الشكل ده، معذره، الشكل ده انا عارفه، ده بيتفك ازاي؟ ده بيتفك كده، الاول اس نون يعني 1 اس 8 ب 1 زائد نون ق 1 او اللي هي 8 بقى على طول 8 ق 1 سين اس 1 زائد 8 ق 2 سين اس 2 زائد 8 ق 3 سين اس 3 وهكذا لحد سين اس 8 اللي هو 8 ق 8 سين اس 8. فهنا سين اس 3 صح؟ تمام. طب ما هي عايزه سين اس 2 عشان تبقى سين اس 5 اللي هي دي كده صح؟ يبقى هي هتتضرب في دي، فاهم؟ يعني تبقى سين اس 3 في 8 ق 2 سين اس 2 فهتديك 8 ق 2 سين اس 5. طب ما هو ده كده معامل سين اس 5 اللي هو 8 ق 2 اللي هو 8 في 7 على 2 في 1 على 2 في 1 على 2 في 4 يبقى 4 في 7 ب 28. يبقى مجرد النظر، ما انا عارف الحاله الخاصه اللي انا نبهت عليها جدا في ذات الحدين، طلع الناتج بتاعي بيساوي 28، يبقى اختيار الرقم ايه؟ رقم ب. خلاص، طب معلش يا باشمهندس اعملها لي بقى بالطريقه اللي انت لسه عاملها من شويه، مفيش ادنى مشكله، ركز معايا. الالف طبعا ده طالما واحد يعني كاني لازق في سين اس صفر، يبقى الالف اللي هو اس اول سين بصفر، الب اللي هو اس ثاني سين بواحد، النون اللي هو الاس اللي فوق ب 8، الكاف هو بيقول لك سين اس 5. حلو، هنا في ميم، ليه؟ لان في مضروب بره، يبقى الميم ب 3، فالقانون هنا يختلف شويه، يبقى الف نون ناقص الكاف زائد الميم بزود الاس اللي بره، المفروض على أ ناقص ب. أ في نون يبقى 0 8 بصفر، ناقص الكاف يعني سالب 5 زائد الميم يعني موجب 3، أ ناقص ب يعني 0 ناقص 1 يعني سالب 1،
سالب 5 وموجب 3 يعني سالب 2 على سالب 1 يبقى 2، ر ب 2 يبقى هو الحد التالت. حلو، طيب هات لي بقى الحد التالت. الحد التالت من هنا يعني ر ب 2 يعني 8 قاف 2 في التاني اللي هو س أس اللي تحت 2 في الأول اللي هو 1 أس الفرق ب 6. طب ما هو بيقول لك هو الوقت يكون معامل يعني انسى س، إذا المعامل هو 8 قاف 2 اللي احنا طلعناها ب 28 زي ما احنا جبناها هنا. طبعا دي طريقة يعني ما طولتش ولا حاجة، ولكن أنا عايزك برضو فاهم دي عشان هو بيستغل نقطة 1 زائد س دي كتير جدا صدقني في الامتحان. خلاص تمام يا باشمهندس. السؤال اللي بعده رقم 10 بيقول لي في مفكوك 1 زائد س أس ن حسب قوة س التصاعدية، إذا كان معامل س أس 5 بيساوي معامل ه أس 10 فإن ن بكام؟ أنت شفت؟ شفت هو جايب لك إيه؟ قلت لك بيستغلها كتير قوي. بص يا باشمهندس، معامل س أس 5 دي لو أنا عايز أفكها 1 زائد ن ق 1 س أس 1 زائد ن ق 2 س أس 2 زائد ن ق 3 س أس 3 وهكذا. هو بيقول لي معامل س أس 5 فأكيد هيبقى ن ق 5، ما أنت شايف ن ق 2 مع س أس 2 ن ق 3 مع س أس 3 صح؟ يبقى معامل س أس 5 اللي هو ن ق 5 بيساوي معامل ح 10 يعني ن ق 10 بس. أه والله بس خلي بالك دي بقى باقي التوافيق. التوافيق العلم بيساوي العلم عندي احتمالين، دليل بيساوي دليل ما ينفعش الخمسة تساوي العشرة، أو الاحتمال التاني إن ن بتساوي مجموعهم يبقى 5 و10 يعني كام؟ يعني 15 صح؟ ولا إحنا كده إيه؟ أخطأنا؟ لا ثواني 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 ثواني، إحنا استعجلنا خالص. معامل س أس 5 يساوي معامل ح 10، ح 10 ده اللي هي الر بكام؟ اللي هي الر ب 9. ما تستعجلش الله يكرمك. معامل س أس 5 اللي هو فعلا ن ق 5. خلي بالك بقى بيقول لك معامل ح 10 يعني الر ب 9. يعني السين هتبقى ب 9 اللي هو ن ق 9. خلي بالك لأن الحتة دي مكارة جدا جدا يا باشمهندس. خلاص؟ هنا برضه نفس الفكرة، الخمسة ما ينفعش تساوي التسعة، يبقى إذا ن بتساوي مجموعهم يعني 5 زائد 9 بتساوي كام؟ بتساوي 14، يعني اختيارنا رقم إيه؟ رقم ج. خلاص؟ يبقى 1 زائد س ده من المفكوك الخطير جدا جدا اللي انت لازم تبقى عارفه عشان هيسهل عليك مسائل كتير. لو كان بيقول لي معامل س اس 5 بيساوي معامل س اس 10 كنت استخدمت دي، ولكن هو بيقول لي معامل ح 10 ح 10 يبقى الر ب 9. طب ما انا عارف ان القانون بيمشي ن ق ر س اس ر، طالما ن ق 9 يبقى س اس 9، يبقى هو معامل اللي هو س اس 9 اللي هو ن ق 9، واستخدمت التوافيق وجبت لها الناتج. تمام كده؟ تمام. رقم 11 بيقول لي من مفكوك الكلام ده اذا كان الحد من خالي من س بيساوي معامل الحد السابع فان انا علاقه من دي اللي صح، مفيش ادنى مشكله، بس محتاج اظبط دي شويه. ادي ا س طيب زائد خليها واحد على ب والس دي تطلع فوق يبقى س اس سالب واحد، مفيش ادنى مشكله. الكلام ده اس 10، الالف اللي هو اس اول س بواحد، الب اس الس الثانيه بسالب واحد، النون اللي هو الاس اللي فوق ب 10. طيب ماشي. الكاف هو بيقول لك إذا كان الحد الخالي من س، إذا الكاف بكام؟ الكاف بصفر. بعد كده يبقى الر بتساوي أ ن ناقص الكاف على الأ ناقص الب. أ ن يبقى 1 في 10 ب 10 ناقص الكاف بصفر، على أ ناقص ب يبقى 1 ناقص ناقص 1 يعني 1 زائد 1 2، 10 على 2 5 يبقى هي بالنسبة لي ح 6. فبيقول لك إذا كان الحد من خالي من س بيساوي معامل الحد السابع، ركز الله يكرمك. الحد الخالي من س اللي هو ح 6 اللي أنا وصلت له. تمام، ما تيجي نجيب الح 6 اللي هو المفروض 10 ق 5، اكتب تحتها كده ر ب 5 عشان ما تلخبطش. في الثاني اللي هو 1 على ب س اس سالب 1 اس اللي تحت اللي هو 5 في الاول اللي هو ا س اس الفرق اللي هو 10 ناقص 5 5. وخلي بالك هو قال لك معلومه خطيره ان طالما حد خالي من س يبقى اعرف ان السينات هتطير، يعني دي 10 ق 5 1 على ب اس 5 في ا اس 5. طب ما انا برضو ممكن اعملها 10 ق 5 طالما الاس مشترك هضرب دول في بعض، يبقى ا 1 على ب اللي هي ا على ب اس 5، يبقى ده الحد السادس. قال لك ان الحد السادس بيساوي معامل الحد السابع، فانا هبدا اجيب معامل ح 7. والله ح 7 يعني ر بكام؟ ب 6، يبقى 10 ق 6 طالما معامل اكتبه من غير س وريح دماغك، يبقى 1 على ب اس اللي تحت اللي هو 6 في الاول اللي هو ا من غير س بقى أس الفرق اللي هو كام؟ اللي هو 4. تمام، دي ممكن نكتبها 10 ق 6 وممكن نقول أ على ب أس 4. ركز الله يكرمك، أنا خدت أ أس 4 على ب أس 4 فيفضل 1 على ب أس 2،
يعني ايه عشان بحاول اظبطها ان احنا نختصر شويه. فبيقول لك ان المفروض اللي فوق ده بيساوي اللي تحت، يعني 10 قاف 5 الف على باء اس 5 بيساوي 10 قاف 6 الف على باء اس 4 في 1 على باء اس كام؟ اس 2. تمام. طيب الف على باء اس 4 دي مع السلامه هتروح مع واحده هنا اللي هي 4 من هنا قصدي، يفضل الف على باء 1 على باء اس 2 اللي هي عباره عن 1 على باء اس 2 ممكن تتضرب هنا، خلي بالك. يبقى دي 10 قاف 5 في ب اس 2 في الف على ب المفروض بيساوي 10 قاف 6. طيب على الب في الواحد على الب في الب فيفضل لي هنا الف ب، يبقى الف ب اقسم الطرفين على 10 قاف 5 يبقى دي 10 قاف 6 على 10 قاف 5. ممكن اعملها بقانون النسبه بس انا معايا قلت يعني مش مستاهل، 10 قاف 6 على 10 قاف 5 تطلع معايا ب 5 على 6. يبقى إذا الألف في ب بخمسة على ستة، دي موجودة نتمنى نكون موجودة، موجودة طبعا اختيارنا رقم ب من المسائل الجميلة واللي فكرتها لذيذة. خلاص اللي بعده، اللي بعده يا باشمهندس رقم 12 بيقول لي إذا كان معاملا س أس 3 وس أس 6 متساويين، يعني المعاملات بتاع س أس 3 وس أس 6 متساويين. طيب الوقت يا باشمهندس مش أنا هبدأ أجيب الر هنا كم مرة؟ هجيب الر هنا مرتين، ركز معايا. هظبطها الأول، دي أ س أس 2 زائد 1 على أ وطلع السين دي فوق يبقى س أس سالب 1، الكلام ده أس 9. الألف اللي هو أس أول س ب 2، الب الأس بتاع السين الثانية بسالب 1، النون اللي هي الأس اللي فوق بتسعة، الكاف خلي بالك الكاف مرة بتلاتة ومرة هتبقى بتسعة بستة معذرة، لأن هو بيقول لك س أس 3 و س أس 6، تمام مرة بتلاتة ومرة بستة. يلا يبقى الر بيساوي أ ن ناقص ك على أ ناقص الب، سمي دي ر واحد مثلا. أ ن يبقى 2 في 9 ب 18 ناقص الكاف الأولى مثلا اللي هي 3 على أ ناقص ب، 2 ناقص ناقص 1 يعني 2 زائد 1 3، 18 ناقص 3 15 على 3 فعل 5، يبقى الر واحد ب 5. طيب ر 2 هتبقى 18 برضه هنا 3 بس ناقص 6، بدل ما هي ناقص 3 ناقص 6، 18 ناقص 6 12 على 3 فعل 4. طيب ر 1 طلع ب 5 ور 2 طلع ب 4، هو بيقول لك ان المعاملات بتاع دول متساويين، طب ما هي لما ر ب 5 فده معناه ح 6، طب ما تيجي نجيب معامل ح 6، هنكتب بقى من غير الرموز يا باشمهندس، يبقى دي 9 قاف 5، ما تنساش ان ر ب 5. في الثاني اكتبه من غير السين اللي هو 1 على الف اس اللي تحت 5، في الاول اكتبه من غير السين اللي هو الف اس الفرق اللي هو 4. دي بعد الاختصار طبعا، 9 قاف 5 عندك ألف في المقام أس 5 وألف في البسط أس 4 يعني دي 1 على ألف. خلاص كلام يا باشمهندس. التانية ر 2 ر 2 ب 4 يعني معامل ح 5 اللي هي الر بتاعته ب 4 يبقى يساوي 9 قاف 4 في التاني اللي هو 1 على ألف أس اللي تحت اللي هو 4 في الأول أس الفرق 9 ناقص 4 5. حلو أوي، بص معايا دي ألف أس 5 ودي ألف أس سالب 4 اديك ألف بس، يعني دي 9 قاف 4 ألف بس. خلاص قال لك ان الاثنين دول متساويين مفيش مشكله، يبقى 9 قاف 5 ا اس سالب 1 او 1 على ا زي ما هي مفيش مشكله هيساوي 9 قاف 4 المفروض مضروبه في مين؟ مضروبه في الالف. هضرب الالف في الالف ده يبقى ا تربيع واقسم على 9 قاف 4 يبقى دي 9 قاف 5 على 9 قاف 4. زي ما قلنا ممكن نعمل قانون النسبه ولكن دي ارقام كلها، يعني 9 قاف 5 على 9 قاف 4 تطلع معايا بواحد، الألف تربيع بواحد، هاخد الجذر يبقى إذا الألف بيساوي موجب أو سالب واحد. أتمنى تكون موجودة يعني وما أكونش أخطأت في حاجة، الحمد لله، يبقى اختيارنا رقم إيه؟ رقم ج. خلاص؟ المسائل من أول الكام سؤال اللي فاتوا دول مسائل لذيذة وبسيطة والشغل سهل زي ما أنت شايف. طيب، رقم 13 بيقول لي في المفكوك ده اللي إحنا ممكن نكتبه كده 2 وسين على 3 اللي هي تلت سين أس ن، وطبعا 2 دي يعني كأن في هنا س أس 0 يعني. معاملة س أس 7 وس أس 8 متساويان، عمال يعيد لك نفس فكرة السؤال اللي فات، خلاص؟ الألف أس أول س بصفر، الب أس تاني س بواحد، النون اللي هو الأس اللي فوق بنون معرفهاش، الكاف قال لك مرة بسبعة ومرة بثمانية، ما أنا س 7 وس 8، تمام. إيه تاني؟ خلاص كده يا باشمهندس، صح؟ يبقى أنت بالنسبة لك هتجيب 2 ر برضه. خلي بالك النون ما تشغلكش ليه؟ صفر في نون، مش القانون أ ن ناقص الكاف على أ ناقص ب؟ أيوه، يبقى صفر في نون بصفر.
ناقص كاف، خد الكاف الاولى يبقى سالب 7. سالب 7 على ألف ناقص ب صفر ناقص واحد سالب 1. سالب 7 على سالب 1 يبقى موجب 7، دي ر 1. ر 2 برضه هتبقى صفر ناقص الكاف الثانيه اللي هي 8 على سالب 1. سالب 8 على سالب 1 بموجب 8. يبقى انا معايا ر الاولى ب7 ور الثانيه بكام؟ ب8. فهبدا اجيب دي طبعا ر ب7 يبقى ح 8 اللي هي ر بتساوي 7. وبيقول لك على معامل فاكتبها من غير السين يا عم وريح دماغك خلاص، اي ما تشغلش بالك بدي. يبقى بالنسبه لي الاس اللي هو نون قاف ر يبقى نون قاف 7، في الثاني من غير السين يبقى تلت اس اللي تحت 7، في الاول اللي هو 2 اس الفرق اللي هو نون ناقص كام؟ نون ناقص 7. تمام كده؟ تمام. دي ال ر الثانيه ب8، يبقى انا هجيب معامل ح 9 اللي هي ر في ب8. نفس الفكره، يبقى نون قاف 8 تلت اس 8 2 اس نون ناقص ال 8. خلاص؟ كلام جميل. المفروض ان الكلام ده متساوي، ركز بقى معايا. نون قاف 7 تلت اس 7 2 اس نون ناقص ال 7 بيساوي نون قاف 8 تلت اس 8 2 اس نون ناقص ال 8. خلاص؟ تمام، ركز معايا. معاك تلت اس 7 وتلت اس 8، فانا هشيل التلت اس 7 ده واشيل من دي 7، يبقى دي راحت، يبقى هنا تلت بس. طيب دي نون ناقص 8 ودي نون ناقص 7. طب ما تخلي بالك من حاجه، نون ناقص 8 دي هي عباره عن 2 اس نون ناقص 7، ركز الله يكرمك، مضروبه في 2 اس سالب 1. ليه؟ ما انا لما اجي الاساس نفس الاساس هجمع الاسس، يبقى نون ناقص 7 ناقص 1 اللي هي نون ناقص ال 8 اللي هي كان اصلها يعني. ليه بعمل كده؟ عشان هشيل دي مع دي. تمام، يبقى فضل لي هنا نون قاف 7 بس، وفضل لي هنا نون قاف 8، وفضل لي تلت و2 اس سالب 1 اللي هي نص، تلت في نص اللي هي بالنسبه لي سدس. خلاص؟ طيب يبقى انا كده وصلت نون قاف 7 بيساوي نون قاف 8، وهنا مضروبه في كام؟ مضروبه في السدس. طب ما انا اقدر اقول بقى نون قاف 7 لو قسمتها على نون قاف 8 المفروض ان هي بتساوي سدس. طب ما ده قانون النسبه، فاكر كنا بنعمل ايه؟ بشد شرط الكسر، مش دي ال 8 اللي هي الكبيره تتكتب في البسط، والاثنين دول اطرحهم من بعض يبقى نون ناقص 7. الكلام ده بيساوي 1 على 6، 6 في 8 ب 48 هتساوي نون ناقص 7 في 1 يعني نون ناقص 7. ارمي دي الناحيه الثانيه يبقى النون بتساوي 7 و48 يعني 55. يبقى اذا النون ب 55 الحمد لله موجوده، اختيارنا رقم ايه؟ رقم ايه. خلاص؟ مساله لذيذه قوي وفكرتها فيها شغل حلو. طبعا اسئله اختر هي تحسها اسئله مقاليه في نفسها، فاحنا بنتعود على كل حاجه عشان ما نغلطش بامر الله. بيقول لك الجذر السادس لسين، هخاف انا بقى مش هكتبها يعني سين اس سدس، ما هو الاس اللي جوه على اللي بره يبقى 1 على 6 ناقص. خلي بالك الجذر التكعيب السين في المقام اللي هو سين اس تلت، فاما تطلع البسط يبقى سين اس سالب تلت بس كده يا عم. اس 9، الالف اللي هو اس اول سين بسدس، الباء اللي هو اس ثاني سين بسالب تلت، النون اللي هي الاس اللي فوق ب9، الكاف هو بيقول لك الحد الخالي من سين يبقى كاف بصفر. تمام تمام. القانون بتاعك الجميل، ر بتساوي ألف نون ناقص الكاف على ألف ناقص الباء. ألف نون يبقى سدس في 9، سدس في 9 طبعا هي فيها اختصار يعني، بس واحد مكسل يعملها مش عارف ليه. سدس في 9 ب3 على 2، ماشي يا عم. ناقص الكاف بصفر على ألف ناقص ب، أدي سدس ناقص ناقص تلت يبقى سدس زائد تلت. خلاص؟ يبقى 3 على 2 على 1 على 6، 6 يا عم الحجم هتغلط 12 زائد تلت ب3. إذا ال ر بكام؟ ب3. يبقى أنا وصلت إن في الآخر بعد القصة دي كلها ر ب3، يبقى هو ده بالنسبة لي ح 4. تمام، ح 4 اكتب تحت ر ب3، بحب دايما أكتبها. يبقى 9 ق 3 اللي هي 9 ق ر، في الثاني اللي هو سالب س أس سالب تلت المفروض أس اللي تحت 3، في الأول اللي هو س أس سدس، س أس سدس هنا أس الفرق 9 ناقص 3 6. طبعا هو قال لك حد خالي من س، فتعرف إن السينات ده هتطير، يبقى هي أصلا 9 ق كام؟ 9 ق 3 من غير، بس خلي بالك، لأ شوف بقى، شوف 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 غلطة بسيطة جدا جدا هتضيع مسألتنا. إيه هي؟ أنا أعور عن الس بواحد، تمام؟ بس في هنا سالب وفي هنا أس فردي، فلازم يطلع سالب بره، يبقى دي سالب 9 ق 3، خطيرة أوي النقطة دي، يبقى سالب 9 ق 3، 9 ق 3 اللي هي ب 84، يبقى سالب 84 مش موجب 84، يبقى اختيارنا رقم ب. تاني تاني، أيوه. بص يا باشمهندس، المفروض لما بقول معامل أنا بطير السينات فعلا بس في إشارة.
ما هو دي السين كأنها بواحد، وسالب تلت في تلاتة، فالتلاتة هتروح مع التلاتة يعني سالب واحد، أصبحت سالب واحد أس سالب واحد اللي هي بسالب واحد. وهنا لما أعوض عن السين بواحد سدس في ستة بواحد، يعني سين أس واحد اللي هو واحد أس واحد بواحد، ولكن في إشارة سالب لازم أراعيها يا باشمهندس. يبقى فعلا الإجابة بتاعتي سالب 84 وليست 84. رقم 15، بسم الله، بيقول لي في مفكوك الكلام ده حسب قوة سين التنازلية رتبة الحد الخالي من سين هي إيه؟ ولا دي سين أس 2 وادي 1 على 5 وطلع السين فوق بسالب 1 ودي أس 3 ن. الألف اللي هو أس أول سين ب 2، الباء أس تاني سين بسالب 1، النون اللي هي الأس اللي فوق ب 3 ن، الكاف بيساوي هبور رتبة الحد الخالي من سين بكاف بصفر. تمام، الر بتساوي ألف ن ناقص الكاف على ألف ناقص ب. ألف في نون يبقى 2 في 3 نون ب 6 نون ناقص الكاف بصفر، حلو، على ألف ناقص ب 2 ناقص ناقص 1 يعني 3، 6 نون على 3 يعني 2 نون. خلاص، هو بيقول له رتبة الحد لو الر ب 2 نون يبقى الحد هو 2 نون زائد 1، ما تنساش المعلومة دي، يبقى 2 نون زائد 1 يعني اختيارنا رقم ايه؟ رقم د. تمام. مسائل دور أول وتجريبي، مسائل هتلاقيها مضافة جديد كده في الكتاب وإن شاء الله تبقى أفكارها حلوة ولذيذة. بيقول لي الحد الخالي من س في المفكوك ده حسب قوة س التنازلية، والله شكلها مسألة سهلة وبسيطة بأمر الله يعني، شبه اللي فوقها أعتقد. دي س أس 5 ناقص والله الكف في البسط، وأدي الس هطلعها من المقام يبقى سالب 2، الكلام ده أس 7 نون. الألف أس أول س ب 5، الب أس تاني س بسالب 2، النون الأس اللي فوق ب 7 نون، الكاف هو بيقول لك الحد الخالي من س، إذا الكاف بصفر. يبقى الر بتساوي نفس الفكرة، أ ن ناقص ك على أ ناقص الب. أ في ن يبقى 5 في 7 ن ب 35 ن ناقص الكاف اللي هي بصفر على أ ناقص ب، 5 ناقص ناقص 2 يعني 5 زائد 2 7، 35 على 7 إذا هي 5 ن. هو عايز الحد يا باشمهندس، دي الرتبة الره، يبقى ح 5 ن وزود 1، يبقى هو ح 5 ن زائد الواحد يعني اختيارنا رقم إيه؟ رقم ب. مسألة سهلة وبسيطة شبه المسألة اللي فوقها بالظبط. دي بقى من المسائل اللذيذة، احنا طبعا زي ما قلت لك يعني ايه اضحك معايا كده، هو الدرس اسمه ايه؟ نظرية ذات الحدين. طب انا لقيت ثلاث حدود اعرف انها مربع كامل بجد؟ اه والله العظيم، او هتلاقيها تحليل ويطلع قوسين، يعني برضه عشان ما نوحدش فكرة مربع كامل دي، كان قابلنا في ذات الحدين قوس وحللناه خلاص، فهي اسمها ذات الحدين يعني انت بتتعامل مع حدين، فاما تلاقيه جايب لك ثلاث حدود اعرف ان هي يا اما تحليل يا اما مربع كامل، وهي دي اصلا مربع كامل بجد. اه ركز معايا، دي يا باشمهندس عبارة عن س تربيع زائد 2 واحد على س تربيع اللي هي س أس سالب 2، المفروض إن الكلام ده كله أس 6. تمام. طيب ركز كده معايا، المفروض إن الاتنين دي في الآخر ودي الحد الأوسط، إزاي؟ بص يا باشمهندس، دي س أهي، لا والاتنين والله دي الحد الأوسط عادي، ليه؟ الجذر تربيع دي بس، ولما آخد جذر دي اللي هي واحد على س اللي هي س أس سالب 1 اللي كله أس 2، وكل ده مرفوع لأس 6. طب ما تفك لي دي كده، س تربيع بس تربيع، 2 في الاول في الثاني، 2 في س في س اس سالب 1، س في س اس سالب 1 هيروح يفضل لك 2، الثاني تربيع ما هو السين فوق بعض يبقى س اس سالب 2، يبقى هو وصلك للشكل ده، يبقى الثلاثه دول وصلوا لي لده اس 2 وده اس 6، يعني كانه القوس بتاعي هو س زائد س اس سالب 1 الكل اس 2 في 6 اللي هي ب 12، وعامل الحد الذي يشتمل على س اس 2 انا خلصت. الألف معامل أس أول سين بواحد، الب أس تاني سين بسالب واحد، النون هنا ب 12، الكاف اللي هو بيقول لك معامل حد الذي يستوي على سين أس 2 يعني الكاف ب 2، يبقى إذا الر بتساوي أ ن ناقص الكاف على أ ناقص الب، أ في ن يبقى 1 في 12 ب 12 ناقص الكاف اللي هي ب 2، أ ناقص ب 1 ناقص ناقص 1 يعني موجب 2، 12 ناقص 2 10 على 2 يبقى 5، يبقى الر ب 5 يبقى إذا ح 6. ح 6 من الشكل ده يبقى هنا ر ب 5 يبقى 12 ق 5. خلي بالك المسألة كلها سينات، وهو بيقول لك معامل يعني ما فيش أرقام بالنسبة لي، لأن لو كملت هقول س أس سالب 1 أس اللي تحت اللي هو 5 في الأول اللي هو س أس الفرق اللي هو 7، طبعًا هعوّر عن السين بواحد لأن أنا بكلم على معامل، فهتطلع في الأخير 12 ق 5، يبقى اختيارنا الصح رقم إيه؟ رقم أ. جميل. تجريبي 2021 بنشوف، بيقول لي في مفكوك الكلام ده بيقول لي ح 7 والح المشتمل على ايه؟ والله يا باشمهندس دي تتحل بطريقتين وطريقتين اسهل من بعض. الطريقه الاولى طريقه الحد العام، مش انت بتقول لي ح 7 هو في س اس ايه فانا اجيب ح 7،
ها 7 اللي هو 12 قاف 6 في الثاني. طب ما تيجي نظبطها الاول، تعال نظبطها الاول في جنبها. الف س تربيع ناقص ال ب، والس تطلع بسالب 1 اس 12. يلا الثاني اللي هو سالب ب س اس سالب 1 اس اللي تحت اللي هو 6 في الاول، اللي هو الف س تربيع اس الفرق 12 ناقص 6 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 6. خلاص طيب دي نظبطها، ادي 12 قاف 6 سالب ب اس 6، يبقى سالب ب اس 6. خد الارقام الاول والالف اس 6، ادي الالف اس 6 هنا هيفضل لي ايه بقى؟ ركز معايا، س سالب 1 في 6 يبقى س اس سالب 6، في هنا س 2 في 6 ب 12 يبقى س اس 12. يبقى دي في الشكل النهائي 12 قاف 6. خلي بالك دول نفس الاس، يعني انا ممكن اكتبهم كده سالب الف ب اس 6 ضربتهم في بعض، ودول هيبقى عند الضرب بجمع الاسس 12 ناقص 6 6. يبقى اذا الحد ده هو بيحتوي على كام؟ على س اس 6، يبقى اختيارنا رقم ايه؟ رقم الف. خلاص دي طريقه. الطريقه الثانيه طريقه الدرس بتاعنا، تمام مفيش ادنى مشكله فيها، مش احنا لسه كاتبين القوس دلوقتي الف س تربيع ناقص ب س اس سالب 1 الكل اس 12. ايوه الالف اللي هو اس اول س ب 2، الب اس ثاني س بسالب 1، النون ب 12، الكاف انا ما اعرفش هي كام، ما هي بيقول لك محتوى على كاف كام كده ما اعرفهاش، بس هو بيقول لي ح 7، فانا عارف ان ح 7 ده يعني اعوض عن الره ب 6، يبقى اذا الره ب 6، يبقى الره اللي هي ب 6 بتساوي الف ن ناقص ك على الف ناقص ب، يعني المره دي بدل ما يديني الكاف اداني الره، مفيش مشكله، يبقى ال 6 بتساوي الف ن، يبقى 2 في 12 ب 24 ناقص الكاف ما اعرفهاش، الف ناقص ب 2 ناقص ناقص 1 يعني 2 زائد 1 3، اضرب مقص 3 في 6 ب 18 هيساوي 24 ناقص الكاف، ودي دي هنا يبقى الكاف، هدي هنا يبقى 24 ناقص 18 ب 6. طب مش الكاف دي هي الاس او الحد المشتمل على كذا، يبقى هو مشتمل على س اس 6، يبقى انا حليتها لك بطريقه الحد العام وحليتها لك بالطريقه العاديه عشان برضو اكد فكره ان القانون بتاعنا بيحل الحمد لله اي مساله في الجزئيه دي. رقم 19 بيقول لي معامله س اس ن ومعامله س اس م في المفكوك ده. مش عايزك يعني ايه تبوظ الدنيا شويه، ليه؟ لان مفكوك ده سهل، المفكوك ده سهل ازاي؟ مش انا قايل لك 1 زائد س دايما بيبقى اوله 1 اس الاس اللي فوق ده اللي هو م زائد ن، تمام؟ واخره هيبقى س اس م زائد ن، كلام جميل. طب في النص يا باشمهندس، قال لك في النص دايما ده ن ق صفر، يبقى دي ن ق 1، بس خلي بالك الاس هنا م زائد ن، يبقى م زائد ن ق 1 س اس 1، بعد كده م زائد ن ق 2، م زائد ن يا عم انت مش عايز تكتب النون ليه؟ س اس 2 وهكذا لحد ما اوصل للاخر، تمام تمام. فخلي بالك طالما معامل س اس ن، طالما في س اس ن يبقى هو المعامل بتاعها هيبقى م زائد ن ق ن، بجد؟ اه والله، ما احنا اتفقنا لو الس دي فوقها 3 فيبقى اللي تحت هنا 3، طب لو الس دي فوقها ن يبقى اذا اللي تحت هنا ن، ما هو بتفك كده، تمام يا باشمهندس. طيب معامله برضه س اس م، ما هي نفس الفكره، يبقى م زائد ن ق م، صح كده؟ الله ينور عليك يا باشمهندس. يبقى انا بالنسبه لي المفروض ان المعاملين دول متساويين، ولا حالتهم ايه؟ لا انا مش عارف حالتهم، وبقول لك ايه الحاله بتاعتهم. طيب بص يا باشمهندس، تعالى اقول لك حاجه ظريفه جدا وبسيطه. دي انا مكتوبه، ممكن اكتبها ن زائد م ق ن بالشكل ده كده، صح؟ عشان انا كنت بقول لك لما تلاقي في هنا عدد وفي هنا عدد ممكن نستخدم طريقه الاختصار بتاعه التوفيق، اللي هي ايه؟ اللي انا بقول لك بكتب اللي فوق زي ما هو قاف، واقول كده اللي فوق ناقص اللي تحت، يعني ن زائد م ناقص ن، مش ده ممكن يقوم مطلع لي ن زائد م قاف؟ هنا النون هتروح مع السالب م، يبقى ن زائد م قاف م. طب ايه رايك في دي؟ مش دي م زائد ن قاف م ودي ن زائد م قاف م؟ يعني هم طلعوا في الاخر مالهم متساويين. ايوه طبعا انت هتلاقي الناس حل السؤال ده بطريقه طويله قوي، بس السؤال سهل وتافه جدا، بيعتمد انت فاهم ولا لا. مش هنقعد بقى نستخدم القانون ونقعد بقى ناخد مواويل، الموضوع سهل وبسيط معاك والفكره بسيطه الحمد لله. خلاص هل في اي مشاكل من قانون التبسيط؟ احنا ظبطنا الدنيا وطلعت الدنيا تمام. فاكر قانون التبسيط؟ كنا مثلا 10 ق 5 او 10 ق 4 كنا بنقول ان هي 10 ق 6، كنا بنعمل ايه؟ كنا بنسيب ال 10 فوق ودي نطرح دول 10 ناقص 4 6، فانا عملت هنا برضو سبت الميم زائد نون فوق وقمت طارح. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس، يبقى متساويان ويبقى اختيارنا رقم ايه؟ رقم الف. خلاص كده خلصنا الصفحه دي، فاضل لنا بقى كام مساله في الصميم بقى. مساله يعني مسائل جميله جدا جدا وافكارها عاليه قوي قوي. ركز بقى معايا كده من اول السؤال هنا. رقم 20 بيقول لك ايه؟
جايب لي وبيقول لي الكاف اكبر من او يساوي الصفر واقل من او يساوي النون، عايز معامل سين اس كاف في مفكوك ده. طيب هي دي ذات الحدين، ده مش مفكوك خالص. المشكله بقى في السؤال ده ان هو هيرجعك لتانيه ثانوي، تانيه ثانوي ترم تاني بجد. اه والله هيرجعك للمتتابعه الهندسيه، يعني مش الحسابيه كمان اللي الناس فاكراها اللي هي بتزيد او بتنقص، لا ده المتتابعه الحسابيه اللي بتضرب فيها. مش فاكر المتتابعه الهندسيه، هفكرك. لما يبقى معايا واحد لما اضربه في 2 يبقى 2، الاثنين لما اضربه في 2 4، لما 4 اضربه في 2 8، ال 8 لما اضربه في 2 16. فقال لك المتتابعه الهندسيه بتتضرب في رقم ثابت. فهنا انت ملاحظ ايه؟ ده واحد بقى في 1 زائد س، يعني كانه ضرب في 1 زائد س. 1 زائد س لما اضربه في 1 زائد س يديني 1 زائد س اس 2. 1 زائد س اس 2 لما اضربها في 1 زائد س تديني 1 س زائد اس 3. 1 زائد س اس 3 لما اضربها في كمان 1 زائد س تديني 1 زائد اس اس 4. يبقى انا وصلت ان دي متتابعه هندسيه. طيب هو انت عايز توصل لايه؟ انا عايز اوصل لمجموع، ده احنا كمان هنجيب قانون مجموع المتتابعه الهندسيه اللي هو كان ج ن بيساوي لام ر ناقص الالف على ر ناقص الواحد. الله اكبر، ده كويس ان انا فاكره. لا انا مش فاكره، انا افتكرته من ثانيه ثانوي وبصيت عليه، مش هضحك عليك خلاص. يبقى انا بالنسبه لي ان ج ن بتساوي لام ر ناقص الف على ر ناقص واحد، ده كان القانون اللي بيجيب لي مجموع حدود المتتابعه الحسابيه. طيب الهندسية معذرة. فهنا أنا عايز إيه يا باشمهندس؟ كنا بنحتاج اللام ده اللي هو الحد الأخير، والألف ده اللي هو الحد الأول. فالألف هنا اللي هو الحد الأول اللي هو الواحد، واللام اللي هي الحد الأخير طبعًا اللي هو واحد زائد س أس ن. خلاص؟ طب إيه الر؟ قال لك الر ده الأساس بتاعي اللي هو الرقم اللي أنا بضرب فيه، فإحنا عمالين نضرب في واحد زائد س، يبقى إذًا الر بتساوي واحد زائد الس. خلاص؟ تعالى بقى نجيب الجيم نون يلا. اللام اللي هي الحد الأخير واحد زائد س أس ن ناقص الألف اللي هو المفروض بواحد على الر اللي احنا بنضرب فيه اللي هو واحد زائد س، المفروض يا باشمهندس ناقص مين؟ ناقص الواحد، صح كده؟ طيب أنا ممكن أشيل الواحد ده مع السالب واحد ده، يعني هتفضل لي واحد زائد س أس ن ناقص الواحد، صح كده؟ على المفروض يا باشمهندس الس، تمام؟ تمام. طيب عايزين برضو يعني ايه الشكل كده مش ظريف خالص معايا يا باشمهندس، تمام؟ تمام. طيب على فكره احنا نسينا نضرب في الري هنا، نسينا نضرب في الري، معذره. جيم نون نعملها تاني معلش، واحد زائد س اس ن يا جماعه ده اللام، نسينا نضرب في الري بقى اللي هو واحد زائد س اصلا ده اسها واحد ناقص الالف اللي هو واحد على واحد زائد س اللي هي الري ناقص الواحد، دي هنشيلها مع دي، تمام؟ تمام. طبعا دول حدين متشابهين، يبقى باخد حد منهم واجمع الاسس، يبقى نون زائد واحد على سالب واحد، والكلام ده على السين، كل ده اللي هو مين؟ الجيم نون، كل ده بنحسب في الجيم نون، تمام. ممكن اوزع البسط على المقام، ايوه، يبقى ده واحد زائد س اس نون زائد الواحد على السين ناقص واحد على س. طب ما دي احنا ممكن نعملها حاجه ظريفه، ركز معايا الله يكرمك. ازاي؟ السين دي تطلع فوق، يبقى دي س اس سالب واحد في واحد زائد س أس ن زائد الواحد ناقص واحد على س، تمام؟ تمام. بص بقى يا باشمهندس، هو بيقول لك إيه هنا؟ هو كان قال لك فوق كده إن كاف أكبر من أو يساوي الصفر وأقل من أو يساوي النون، عايز معامل س أس كاف. ما قال لك إن الكاف دي المفروض إن هي عدد أكبر من الصفر، يعني ما ينفعش عدد سالب، ما هي واحد على س اللي هي س أس سالب واحد. طالما قال لي إن كاف أكبر من الصفر يبقى أنا مش هشتغل على دي، يعني أنا هشتغل في الأخير على دي. فهي دي كده وصلتني لنظرية ذات الحدين، بجد؟ آه. هنا يا باشمهندس بقى الألف بكام؟ الألف طبعًا ده واحد يعني كأنها س أس صفر، يعني الألف بصفر، والب اللي هي السين التانية أسها واحد، والنون اللي هو الأس اللي فوق نون زائد واحد، والكاف هو بيقول لك حد خالي من س يبقى الكاف بكام؟ يبقى إذًا الكاف يا باشمهندس المفروض، ولا هو بيقول لي إيه؟ هو معامل س أس كاف، يعني الكاف بكاف. خلي بالك هنا في عدد مضروب بره، فأنا هيظهر معايا الميم اللي هي سالب واحد، تمام؟ تمام. طيب بعد كده يا باشمهندس هبدا اجيب الره بقى، يبقى ا ن ناقص الكاف زائد الميم على ا ناقص الب. يلا بينا، ا في ن صفر في دي هتديك صفر، ناقص الكاف معرفهاش، الميم خلي بالك بسالب واحد يبقى دي سالب واحد، على ا ناقص ب يبقى صفر ناقص واحد اللي هو سالب واحد، تمام. ممكن اوزع البسط على المقام عادي جدا، او اخد سالب عامل مشترك، يعني سالب كاف على سالب واحد بكاف، سالب واحد على سالب واحد بموجب واحد، يبقى هي كاف زائد الواحد. يبقى انا كده وصلت ان هي كاف زائد الواحد، تمام. ده ر، الر يا باشمهندس، فهو بيقول لك ايه بقى؟ هو عايز معامل سين اس كاف.
ما طالما دي اللي طلعت يا باشمهندس يبقى انا بالنسبه لي ح ر زائد الواحد المفروض بقى بتساوي الاس اللي فوق اللي هو نون زائد الواحد ق ر، ما هزود على ر واحد يبقى ك زائد 2، ما الر الاساسيه بك زائد واحد يبقى نون زائد واحد ك زائد 2، دي مش موجوده يعني احنا كل الهيصه دي ومش موجوده. بسم الله الرحمن الرحيم، نون زائد واحد بكاف زائد واحد زي ما احنا طلعناه. بص هي الر دلوقتي طلعت معايا بكاف زائد واحد، تمام؟ هو بيقول لك معامل سين اس كاف، طب ما هو خلي بالك ان المفروض الحد ده اللي هو المفروض يعني يزيد عن الر بواحد، بس انا في الاساس بعوض عن الر الاصليه، فاهم؟ يعني المفروض دي ح كاف زائد 2، بس انا لما باجي اعوض هنا بعوض عن الر الاصليه، انا بنقص واحد، يبقى فعلا نون زائد واحد قاف كاف زائد واحد اللي هو الاختيار رقم ايه؟ رقم الف. دي من المسائل الخطيرة جدا جدا، خدها سكرين شوت معاك لأنها مهمة وفكرتها حلوة. يبقى اعتمدنا على موضوع المتتابعة الهندسية، وبعد كده استبعدنا دي لأن قال لي الكاف أكبر من الصفر، يعني حاجة الأس بتاعها أكبر من الصفر، فدي سالب واحد فاستبعدتها، بعد كده طلعت الر، وبعدين كده طلعت المعامل، وطبعا طالما بيكلمنا على معامل ودي واحد زائد سين يبقى ملهاش لازمة أكتب أكتب السين والواحد، يبقى أنا كده مسألتي خلصت. خلاص؟ جميل أوي. رقم 21 يا باشمهندس بيقول لك قيمة الحد الخالي من س في المفكوك ده. طيب دول مفكوكين مفكوكين مع بعض، فأنا هجيب كل واحد لواحد لوحده وأجمعه، فاهم؟ هجيب كل واحدة لوحدها وأجمعها، مفيش فيها أي إيه مشكلة. طيب هظبط الأولى دي فتبقى س واحد على س، يعني س أس سالب واحد، كام ده؟ أس 2 نون، تمام؟ وهجيب برضو دي س ناقص واحد على س، يعني س أس سالب واحد أس 2 نون، تمام أوي. هنا الألف بواحد والب بسالب واحد والنون باتنين نون والكاف بصفر. طيب يبقى الر بتساوي أ نون ناقص الكاف على أ ناقص الب. أ في نون يعني واحد في اتنين من نون باتنين نون ناقص الكاف اللي هي بصفر. واحد أ ناقص ب واحد ناقص ناقص واحد يعني واحد زائد واحد اتنين، يعني اتنين نون على الاتنين تديك كام؟ تديك النون. طب هنا برضو الألف بواحد الب بسالب واحد نفس المتغيرات أعتقد، النون بتساوي اتنين نون والكاف برضو بصفر. عوض في الر على طول يبقى أ واحد نون يبقى باتنين نون ناقص الكاف اللي هي بصفر على أ ناقص الب، يعني واحد ناقص ناقص واحد يعني موجب اتنين، يعني برضه تطلع بكام؟ طلعت بنون. خلاص؟ طيب يبقى أنا بالنسبة لي ده ر، الر طلعت بنون وهنا الر طلعت بنون، هو بيقول لك قيمة الحد الخالي، تمام؟ فهنا يبقى ده ح نون زائد الواحد اللي هو بيساوي الأس اللي هو اتنين نون قاف نون، صح كده؟ تمام. وطالما الحد الخالي من س يبقى أنا ملهاش لازم أكتب هنا من س، وهنا برضه هيبقى ح نون زائد الواحد هيساوي الأس اللي هو 2 نون قاف نون. بس خلي بالك من حاجة مهمة، المفروض إن أنا بكمل هنا بكتب التاني اللي هو س أس سالب واحد أس اللي تحت اللي هو نون، تمام؟ في الأول اللي هو س أس الفرق برضه اللي هو نون، جميل. طب ما دي نفس الفكرة، هكتب التاني اللي هو سالب س أس سالب واحد أس اللي تحت اللي هو نون، وهكتب الأولاني اللي هو س أس 2 نون ناقص نون اللي هي النون. باشمهندس فرقت في ايه؟ ما دي 2 نون قاف نون، دي س اس سالب 1 اس نون. والله يا باشمهندس انا بتكلم على حد خالي وقال لك ان نون عدد فردي، هي دي اخطر حاجه في السؤال. طالما نون عدد فردي وعندك سالب، السالب ده اهو، فده هتطلع السالب بره. طالما النون دي فرد وفي سالب هتطرد السالب بره، يعني السينات هتروح وهيطرد سالب بره، يبقى سالب 2 نون قاف نون. ودي النون أسها فرد بس ما فيش هنا سالب، يعني السينات هتروح، يعني دي هتصفصف على 2 نون قاف نون. لما اجمع دي مع دي الناتج صفر، دي خطيره. لما نون عدد صحيح فردي الأس الفردي بيطرد السالب، فده هتطرد السالب، دي ما فيش فيها سالب اصلا، فهتفضل موجب. لما اجي اجمع الاثنين دول مع بعض يديني صفر، يبقى الاجابه بتاعتنا او اختيارنا رقم ايه؟ رقم الف. خلاص قلت لك الكام مسألة دول فيهم أفكار جميلة جدا، حاول تركز عليهم. طيب رقم 22 بيقول لي معامل س أس 9، زي ما ضحكتك من شوية قلت لك ذات الحدين عبارة عن حدين، لما تلاقي الهيصة دي كلها اعرف إن في اختصارات هتحصل. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. طيب إيه الاختصارات بقى اللي هتحصل هنا؟ أنا عندي هنا 3 س، 3 س تربيع وس تكعيب، تمام؟ تمام. دول لو أنا خدت منهم س تربيع من المشترك هيحصل إيه؟ ما تيجي كده نشوف، تعال نشوف يا باشمهندس. يعني دي واحد زائد 3 س، تمام؟ هاخد السين تربيع من المشترك فيفضل لي 3 زائد السين، صح؟ طيب
دي يا باشمهندس 3 س زائد الواحد. طيب دي 3 س ودي 3 س تربيع، لو خدت 3 س عامل مشترك هيفضل س زائد واحد، ودي 1 س تكعيب. يا باشمهندس انا دلوقتي انا عايز اوصل في الاخر لشكل يوصلني للمساله دي في الاخر. لا، قال لك الكلام ده بقى مش هينفع. قال لك شايف المكوك اللي جوه ده، هنرجع لذات الحدين القديمه، دي مفكوك 1 زائد س اس 3. بجد؟ ايوه يا باشمهندس، مش 1 زائد س اس 3 بتتفك 1 زائد 3 ق 1 س زائد 3 ق 2 س تربيع زائد 3 ق 3 س اس 3، او تفتكرها من باسكال، مثلث باسكال 1 3 3 1. يا باشمهندس ازاي؟ تعالى هقول لك، 1 3 ق 1 دي ب 3 يبقى 3 س، 3 ق 2 اللي هي 3 في 2 في 1 على مضروب ال 2 اللي هو 2، يعني 12 على 6 على 2 اللي هي تديني كام؟ 3، يبقى دي 3 س تربيع، و3 ق 3 ب 1 فس تكعيب. مش هو ده؟ هو ده. الله، يعني قصدك اللي جوه ده هو 1 زائد س اس 3، كل ده مرفوع لس اس 15. ايوه، يعني المساله بتاعتي هتبقى 1 زائد س اس 3 في 15 ب 45. ايوه، طب ما خلي بالك ده من الحاجات السهله، كنا بنقول اوله 1 اس 45 واخره س اس 45، وفي النص يبقى ن ق 1 او 45 ق 1 س اس 1 وهكذا، 45 ق 2 س اس 2 اللي تحت بيساوي دي. طب ما هو بيقول لي معامل س اس 9، يبقى هو 45 ق 9. بجد؟ اه والله بجد، يبقى اختيارنا رقم الف. من غير بقى ما نجيب الالف والب، احنا قلنا ده حاله خاصه يا باشمهندس، ده بيتفك مظبوط جدا. معامل س اس 9 يبقى 45 ق 9 اللي هو ن ق ر، والر هي الرقم اللي هنا والنون اللي هي اللي فوق، فالنون اللي فوق 15 قاف الرقم اللي هنا اللي هو 9. بس دي امتى؟ في حاله المفكوك ده بس اللي هو 1 زائد الس. عايز تجيبها بالالف والب والنون والكاف هتطلع معاك برضو نفس الحاجه، ولكن الحل ده اسهل بكتير جدا، مساله ظريفه برضو وفكرتها جميله وحلوه. طيب رقم 23، ايه الكلام بقى هنا؟ الكلام هنا يعني قريب من اللي انا عملته فوق، انا كنت عملته فوق خدت عامل مشترك بس ما لقيتش فيها فايده. هنا اعتقد هيبقى فيها فايده، وريني كده. ادي 1 زائد س، دي س تكعيب هاخدها عامل مشترك فيفضل لي 1 زائد الس، صح كده؟ ايوه، الكلام ده كلهم مقفول عليهم اس 10. جميل. طيب اما اخد 1 زائد س عامل مشترك، ركز معايا، 1 زائد س عامل مشترك فيفضل لي ايه؟ 1 زائد س لما خدتها من هنا فيفضل لي 1، وهنا لو 1 زائد س هتروح مع 1 زائد س فيفضل لي س تكعيب، صح؟ الكلام ده مقفول عليهم اس كام؟ اس 10. اللي انا ممكن اكتبها 1 زائد س اس 10، والقوس الثاني اللي هو 1 زائد س تكعيب الكل اس كام؟ الكل اس 10. فهو هنا بيقول لي معامل س اس 4. خلي بالك بقى، انا عندي دلوقتي اثنين مضروبين ببعض، فمش هينفع الطرق العاديه، فانا مش عارف مثلا هيطلع هنا س اس 1 ويطلع هنا س اس 3، وهنا يطلع س اس 2 ويطلع هنا س اس 3، 2 يبقى 2، هنا 3 يبقى هنا 1، انا عايز في الاخر يبقى مجموعهم 4 لان عند الضرب اجمع الاسس. تمام يا باشمهندس. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ انا دلوقتي هركز مع ده. هو ده بيتفك ازاي؟ ركز معايا الله يكرمك. 1 زائد س الكل اس 10. زي ما اتفقت معاك 1 زائد س ده من الاقواس الجميله. هيتفك 1 اس 10 زائد 10 ق 1 س اس 1 زائد 10 ق 2 س اس 2 زائد 10 ق 3 س اس 3 وهكذا لحد 10 ق 10 س اس 10 اللي هي س اس 10. تمام تمام، فده مفيش منه مشاكل. طب ده يا باشمهندس هيتفك ازاي؟ ده س تكعيب. طيب احنا كنا بنقول السين اس ده، فدي برضه هنقول واحد والتاني، بس هنا الاسهل ايه؟ قال لك شيل السين اس 3 دي وحط مكانها الصاد. مش ده المفروض هيتفك 1 زائد صاد اس 10؟ تمام، يعني هيبقى 1 اس 10 زائد 10 ق 1 صاد زائد 10 ق 2 صاد تربيع زائد 10 ق 3 صاد اس 3 وهكذا لحد صاد اس 10. قال لك بعد كده شيل الصاد وعوض مكانها بده عشان ما تتلخبطش، يبقى 1 اس 10 زائد 10 ق 1 شيل الصاد وحط س اس 3. وصلت؟ هي الفكره كلها. انا كان ممكن اقول لك هنا 1 يبقى هنا 3، هنا 2 يبقى 6، بس انا حبيت ابسطها لك. هنا 10 ق 2 صاد اس 2، يعني 2 في 3 ب 6، وبعد كده 10 ق 3 اللي هي 3 في 3 بكام؟ ب 9، سوري دي س،
ودي سين أس 9 ونفضل ماشيين، صاد أس 10 تبقى سين أس 30 اللي هي 3 في 10. كلام جميل جدا. أنا الوقت فكيت ده وفكيت ده، طب أنت عايز توصل لإيه؟ هو طالما معامل سين أس 4 فركز معايا، يبقى أنا هاخد حاجة من هنا أسها 1 أو أسها 0 زي دي كده، في حاجة هنا أسها 4، للأسف مفيش أي حاجة هنا أسها 4، يبقى الاحتمال ده مرفوض. حلو، هاخد من حاجة من هنا أسها 1 اللي هي 10 قاف 1 سين أس 1، يبقى أنا محتاج حاجة من هنا أسها 3 عشان 1 وأجمعه و3 4، يبقى هضربها في 10 قاف 1 سين أس 3. ليه؟ لأن يا باشمهندس كده هيدي لي سين 1 في سين 3 اللي هي سين أس 4، و10 قاف 1 في 10 قاف 1 اللي هي بكام؟ ب 100. يبقى أنا طلع لي رقم، بس هنا أنا ما اكتفيش بالكلام ده، ما اكتفيش بالكلام ده لأن أنا عندي سين أس 2. طيب 10 قاف سين أس 2، أنا عايز حاجة من هنا سين أس 2، مفيش هنا سين أس 2 فدي مش هتلزمني. طيب 10 قاف 3 سين أس 3، يبقى أنا عايز حاجة من هنا السين بتاعها بواحد، ما تلزمنيش برضو. ليه؟ مفيش هنا حاجة السين بتاعها بواحد. المفروض إن بعد دي 10 قاف 4 سين أس 4، لو أنا خدت اللي فوق 10 قاف 4 سين أس 4 يبقى أنا عايز حاجة من تحت السين بتاعتها بصفر. طب ما هي دي السين بتاعتها بصفر اللي هي 1 أس 10. ليه؟ لأن كده هيدينا 10 قاف 4 وسين أس 4 في سين أس 0 تدينا سين أس 4. يبقى أنا لقيت يا باشمهندس حاجتين بيدولي المعامل بتاع السين أس 4 اللي هي 100 و10 قاف 4، يبقى الناتج هنا 100 زائد 10 قاف 4، 10 قاف 4 اللي هي ب 210 فيطلع 310. يبقى الإجابة بتاعتي بكام؟ ب 310. كلام جميل جدا، اختيارنا رقم جميل، من المسائل الجميلة جدا. فهمت المسألة دي؟ أنا فكيت الأولاني وفكيت التاني، أنا دلوقتي عايز معامل سين أس 4، إيه هي الاحتمالات الأربعة اللي أنا ممكن يا باشمهندس أوصل بيها لسين أس 4؟ هقول لك حالا. أول احتمالات هكتبها لك بالعربي، أكتبها لك بالعربي سجلها معايا. أول احتمال مفيش سين أس 4 في التاني، خلاص، ويبقى في سين أس 4 في الأول. طيب ده أول احتمال. تاني احتمال اللي هي كانت 10 قاف 1 سين أس 1 في 10 قاف 1 سين أس 3، اللي أنا خدت سين 1 من الأولانية وسين أس 3 في التاني. طيب تالت احتمال اللي هو المفروض سين أس 2 من الأولى وسين أس 2 من التانية، بس التانية ما كانش فيها سين أس 2، يبقى ما فيش سين أس 2 في التانية، عشان كده ما خدتش الاحتمال ده. اللي بعد كده لما خدنا 4 من الأولى، خدنا 10 قاف 4 سين أس 4، طب في التانية اللي هي ما كانش فيها سين اللي هو كان 1 أس 10. طب الاحتمال الأخير ما فيش احتمال، هم دول بس. يبقى أنا بالنسبة لي كده يا باشمهندس جبت الاحتمالات بتاعتي، خلاص. يبقى أنا كده يا باشمهندس وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا بمسألة جميلة جدا جدا وفكرتها حلوة. بكده يبقى خلصنا الدرس ده، فاضل لنا درس واحد بأمر الله اللي هو النسبة بين حدين متتاليين. إن شاء الله أحاول يوم الجمعة أنزله لك، عشان بداية من الأسبوع الجاي إن شاء الله هنبتدي الوحدة التانية في الهندسة الفراغية، يعني بنسبة كبيرة هنبتدي هندسة فراغية. هناخد الوحدة التانية عبارة عن ثلاث دروس، ممكن ناخدهم يا إما على ثلاث حصص يا إما خمس حصص، لأن في دروس كبيرة أوي هنقسمها وفي دروس هنعديها بأمر الله. بس خلينا قرر القرار ده إن شاء الله أبدأ ما أبتدي في تصوير الفيديو بأمر ربنا. كده يا باشمهندس وصلنا لآخر حصة النهاردة، أتمنى أكون قدرت أفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. يا ريت لو استفدت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك، شارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناة حسام الرياضيات، وشكرا جدا.